أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن الحكومة تهدف إلى توفير نظام صحي شامل للمواطنين، وخلال إلقائه بيانا أمام مجلس النواب بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة. أوضح وزير الصحة أن تغطية التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 64% خلال المرحلة الأولى. الحكومة بمستهدف في سنة 26-27 أن تصل خدمات التأمين الصحي لجموع المصريين لمعدلات 85%، وأيضا على أن يكون هناك تطوير ورفع كفاءة ومنشأ جديد ل 530 منشأة صحية لعام 26-27، وذلك قد تحقق جزء كبير منه بالفعل في هذه المرحلة من خلال إضافة عدد من المواطنين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حتى وصلنا إلى تغطية للتأمين بمعدل 78%. وأيضا تم إسناد عدد كبير من المحافظات أو مستشفيات بداخل المحافظات في كافة المجالات التخصصية المختلفة. هذا ما كان تم التقدم به من خلال خطة الحكومة. التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي حاليا هي 64%. المستهدف أن نصل في عام 26-27 إلى 85%. بالفعل تم إضافة عدد حوالي 6 مليون بالإضافة إلى 2 مليون مواطن في تكافل وكرامة، وجاري العمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتسليم الكروت الائتمانية حتى يكون هناك إضافة 8 ل 8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الحالية.